الخميس، خرج الساعة 12 بالليل من البيت، طبعا كنا احنا نايمين. وصل بنتي البيت حوالي الساعة 2:30 كده، وراح خد الشخص ده حوالي الساعة 3:15 عشان يوصله الكم الأحمر. طبعا قعد يوم بكامل، تاني يوم احنا بندور عليه. بنتي راحت سألت الشخص ده، قال لها انا كان قلبي حاسس ان هو ايه هيحصل حاجة. مين الشخص؟ عادل نعناع، هو اسمه عادل محمد بس اسمه شهرته عادل نعناع. منين يعني او علاقته بالكم الاحمر؟ هو ميكانيكي تكاتك، وهو كان شغال على توك توك جوزي. كان بيشتغل سواق توك توك اصلا؟ هو سواق توك توك. فقال له تعالى وصلني وكده، راح وصله. طبعا ما رجعلناش تاني، هو عمله ما خلوش في حته سليمه ورموه تحت الدائره. ما لقناش اي شيء. تاني يوم راحت سالته، قال لها انا كان قلبي حاسس ان هو ايه في حاجه، قلت له استنى ارجع معاك، قال لا ربنا يسترها. ده الكلام اللي قاله. كلمني في التليفون قال لي انا راح اشوفه لك في مكان كده. كل ده حكيته للنيابه وقلته في محضري. رجع النيابه طبعا بعد 5 شهور. النيابه اللي هي بتاعت العجوزه خدت اقوالنا، قالوا احنا مش هنشتغل فيها، على ايه نشتغل؟ حولوها على الوراق بعد حوالي 2 شهر. لا احكي لي يعني هو قتلوه فين او في الطريق هو عرفته ازاي؟ يعني مين اللي عصر على جثته ولا يعني بتاع الاسعاف اللي خده وداه المستشفى؟ حتى ما بلغش المركز. عرفته ازاي ان هو؟ تاني يوم في ناس جات لنا من المستشفى حوالي الساعه 9 بالليل. هو من المستشفى ما كانش لسه توفى؟ هو بقول هم في المستشفى، النيابه بتاعت المستشفى قالوا لي جاي لنا متوفى. بتاع الاسعاف بعد كام شهر خدوا اقواله، قال لهم لا ده انا كنت شايله عايش وعلى ما هو مات في المستشفى. قلت له المستشفى، قالوا لي لا هو جاي لنا من باب العين. الموظفين. ولقوه فين؟ تحت الدائره من طريق الكوم الاحمر. سواء الاسعاف برضو قال اقوال تانيه خالص غير الاولانيه، رجع قال اقوال تانيه غير الاولانيه. وكل النيابه يعني قعدت معاه 8 شهور عشان المباحث مش جايبه اي خالص، ولا عملوا تحريات ولا اي شيء. هو ما فيش الا حسن بيه هو اللي طلع معانا كويس، هو اللي نزل جابه برده من غير تحريات من حاجه، بس هو جابه. ده في اسم ايه حسن بيه؟ في اسم الوراق. ده رئيس مباحث ولا؟ فحولوا للنيابه، النيابه اخذت سبيل. قالت ما عملوش اي حاجه، والمحامي خارج من وعنده كل النيابه قايل اللي هو هياخد 4 ايام. ازاي اخلو سبيله وانا متهمه واحد تاني معاه ما اعرفش اسمه ولا اعرف شكله، عشان كان مهدد جوزي بالقتل قبل كده برضه ما جابوهوش. المفروض يسأله، كان شغال. قال له انت بوظت لي موتور توك توك وكده في الجراج والكلام ده. قال له انا ما بوظتلكش حاجه. طب خلاص. قال له طب انا مش هسيبك، انا هموتك. الكلام ده قبل ما يتوفى بحوالي 1.5 شهر، يعني قبل رمضان. بقيت يعني المفروض يحضر معانا التحقيقات لما الواد اتمسك، ما حضرش. سابنا لوحدنا انا وبنتي. انا شتمت، لما شتمت في المحكمه انا خفت انزل من المحكمه. عادل ده اللي شتمك ولا حد كان؟ لا، واحد رايح له مجامله، واحد صاحبه تقريبا حاجه زي كده، رايح مع الناس اللي رايحه مجامله، وانا وبنتي بس في المحكمه. قلت له حصل كذا، اتصلت بالمحامي قلت له حصل كذا في المحكمه، قال له خش قولي لوكيل النيابه. وقلت لوكيل النيابه وقال له روح اعمل لي محضر. او ما تخافيش مفيش حاجه. عدم تعب. انت اسم حضرتك ايه؟ امانه رمضان. اماني؟ اماني. امانه رمضان. امانه رمضان محمود. ابو حاج اماني ربنا يرحمه. يا رب. واحنا ان شاء الله هنعمل اللي علينا، ويا رب يا رب في نتيجه وحد يهتم. يا رب. وتوصلي ان شاء الله لحقه. يا رب. حسب الله ونعم الوكيل. حسب الله ونعم الوكيل. أحسن حال حسب الله. وربنا شاهد على كل شيء وشايف كل شيء وقادر يجيب له حقه. إن شاء الله. حسب الله ونعم الوكيل. إن شاء الله. بإذن الله. معلش أنا آسف ذكرناكي، معلش. لا أبدا. إحنا عايزين أنا عامة ما بنساش. ما طبيعي. أنا عامة ما بنساش. ولا بظهر لعيالي حاجة ولا أي حاجة، أنا بقعد مع نفسي بالليل وما ببين لهمش أي حاجة.